السلام عليكم أصدقائي، ورجعت لكم مقطع جديد على قناة مشاهيركم. أتمنى المقطع ينال أعجابكم، ولا تنسونا بالاشتراك واللايك. مقطعنا اليوم يتحدث عن أبعد كوكب عن الشمس، أو له اسم ثاني الكوكب الأزرق، وتبلغ كتلته 17 مرة أكبر من كتلة الأرض. سؤال قد يطرحه البعض مما يحاولون جمع معلومات عن الكواكب الشمسية ومعرفة الخبايا المتعلقة بعلم الفلك، حيث يعد نبتون الكوكب الأبعد عن الشمس، ويقع في الترتيب الثامن من حيث بعده عنها، حيث تصل المسافة التي تفصل بينه وبين الشمس إلى حوالي 4.5 مليار كيلومتر، أي يعني أكثر من 30 مرة من بعد الأرض عن الشمس. ونتيجة لذلك فهو يتلقى فقط نحو 9% من ضوء الشمس نسبة لكوكب الأرض، وعليه فإنه يعتبر كوكبا مظلما وشديد البرودة، كما لا يمكن رؤية الكوكب نبتون بالعين المجردة، ويظهر من خلال التلسكوب الصغير كغرس صغير للغاية. نبتون ما معنى بالإغريقي؟ إله الماء، ويطلق عليه الكوكب الأزرق. هو أحد كواكب النظام الشمسي، وهو رابع أكبر الكواكب الثمانية، وهو ثامن كواكب المجموعة الشمسية وأبعدها عن الشمس في نظامنا الشمسي، وهو رابع أكبر كوكب نسبة إلى قطره، وثالث أكبر كوكب نسبة إلى الكتلة، حيث تبلغ كتلة نبتون 17 مرة من كتلة الأرض. ويعد نبتون وأورانوس أكثر الكواكب غير المفهومة في المجموعة الشمسية، فهي بعيدة للغاية، فلم يقترب منها ولم يكن ضمن مهمة مخصصة طويلة الأجل. رغم ذلك أن فويجر 2 سوى مسبار فضائي واحد، وهي من ضمن الكواكب الجليدية شائعة للغاية في مجرى درب التبانة الأوسع وفقا لوكالة ناسا. أشكركم على متابعة المقطع، وأتمنى منكم الدعم بالاشتراك واللايك، وشكرا للمتابعة.